لك نعطيك الثلاث سكوت بقى. لك حاجة ممكن تقولي على بس. ما لقيت مفتاح. شو شوي حصار. لك ما قلت مليونيرية؟ متأكد 100%. هي ما في شي بالبيت ليكون حدا محطه قبلنا. عم اقول لك متأكد. تفضلوا يا شباب، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هاي هي الشقة. بدي افرجيكم على شغلة بحياتكم ما راح تنسوها. كل ما بقول بدي أعلمه بكوركتر بنسى. يا ويلي يا ويلي يا خراب بيتك يا جدعان، يا خراب بيتك يا جدعان، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا جدعان. مو حركة قدام الباب، مو حركة قدام الباب، مو حركة قدام الباب، كمان مو حركة. واحد جاعت يفتح الباب ويفتح الباب بالاستعدام بالضبط. اسكت هسا عم يسمعوا لك. لا تنسي يا حدك، هلا بيسمعوا بس. تفضلوا يا شباب تفضلوا. اوف نسيانين الضو شاعل. تفضلوا تفضلوا، هاي هي الشقة. تفضلوا يا شباب. نعم كمان تمنا. ايه ليش جايبنا لهون؟ ايه انتوا تفرجوا عليها وبعدين بنحكي. ايه خدوا حريتكم تفرجوا، الشقة تحت امركم تفرجوا. Jamal.
نقزني ما هيك. إذا كنت رجال اطلع، اطلع يا جمل اطلع. اطلع بالعربة. اي 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 العربة اخلص مسحات، انعمش وغريص. اي دخل دخل دخل. اطلعوا ربو. تركني لاخوك كاشين اللي بتشتاش الله هناك. جمله دايخ يا جمله. تركني ابو سيدك تركني. تركني يا لاخوك تركني ابو سيدك تركني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يلا خلص نطلع. شو صار لك؟ وين اطلع وين اطلع؟ فانت شايف شو شايف مو شايف؟ هلا وقتك امشي اطلع. اطلع بالشارع حريان حريان. لك خلص ناخذ تاكسي امشي اطلع. وبلكي ما لقينا تاكسي. لا بالله ماني طالع ان شاء الله حد بنكري انفضى. طيب خود ها غطي رجليك وطلع امشي معي خلص لي لسه الحرمه. لا بالله ماني طالع انفضح بالدنيا. طلعت ولا عمرك ان شاء الله ما تطلع. تطلع روحك ان شاء الله انفضح بالجلية. يا ولدي يا ولدي يا يوبا يا يوبا يا يوبا. شنو بيني وبينك؟ ذابح لك ذبيحة؟ قاتل لك قتيل؟ يا يوبا يا يوبا شنو اللي بلاني هالبلوش؟ شافوا هذا البيت. هلا بشوف. مفتاح خلعوا لي هالباب. هذا سيدي انا معي المفتاح اللي كانوا ساكنين بالبيت. اعطوني المفتاح مشان اعطيه لصاحبين الشقه الجداد. احكي من الاول لك احكي من الاول ما شايف هلكت ايدي وانا عم ادق الجرس. هذا المفتاح يلا هاتوا هاتوا خلصني. يلا سيدي افتح لي افتح لي سيدي افتح. يلا سيب سيب سيب. وين وين المفتاح؟ معلش تفضل. لك خلصني. ايه سيدي شوي شوي. فراج 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 فراج. ليش هيك؟ شو فراج؟ شو صار؟ اخلع الباب. هذا المفتاح ما له. هذا سيدي المفتاح لهداك الباب. لك احكي من الاول. لك العمى بعيونك العمى شايف طلع بلعي وانا عم جرب. لك بنطحان. لا 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 سيدي لا بس كنت خايف تصيح. واذا صيحت يعني باكلك. صيح هلا. انت ليش جايبنا لهون؟ اه ليش جايبنا؟ انتوا شفتوا الشقه قبل الشيء اللي صار؟ شفنا. ارفع لفوق. هدول هن؟ ما بعرف سيدي كانوا ملتمين. ملتمين؟ مين انتو شو عم تعملوا هون؟ انا 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 محامي يا سيدي. اسمك؟ اسمي شاكر الدش. اسمها؟ مين؟ امك. امي شكريه الدش. مواليد؟ 1945 عرب سات. وانتو؟ ما بنعرف شو صار سيدي. قوم لشوف اسمك. جميل ابو كرعوبة سيدي. عندك ام؟ ايه في ام. اسمها؟ فردوس كمان كرعوبة. وشو بتشتغل؟ كتير. انا ما بشتغل شي. وانت ايه؟ دبول فرج دبول سيدي. اسمها؟ امي ما لحقتها ما بوعها سيدي. شو بتشتغل؟ بطيخ بطيخ سيدي. عندي براكية بيع فيها بطيخ بالزبلطاني سيدي.
دخلك البطيخ ليش كله ابيض السنه ها؟ انت لساتك هون؟ يلا عيني يلا، انت اديت مهمتك والله معك، مع السلامه. ممكن تقولولي بقى شو عم تعملوا هون؟ يا سيدي انا محامي، معي وكاله بالبيت. طيب ليش هيك هيقتك؟ يا سيدي كان في عصابه هون. ها وين راحوا؟ يا سيدي الظاهر هربوا. لك شو يعني الظاهر ها؟ ليش ما بتعرفوا انتو؟ انا بعرف سيدي، لما النط على ظهري انا شديته. وقت اللي بيجي دورك انا بسألك وانت بينضرب على قلبك وبتشاوي. شو قلت لي؟ يا سيدي تم ضربنا بآلة حادة على رؤوسي. على رؤوسكم؟ اجل شو عم يصير؟ ليش جايبنا لهون؟ انت بقى معهم هون ولا تخليهم يغادروا، وانت الحالي لشوف بسرعة. شوف لي اذا في شيء مكسور او مخلوع، انا هالقصه كلها ما داخله براسي. حاضر سيدي. لك حاجه تفصفخ بسرك ابني. ما عم فصل بذر سيدي. يا حبيبي اتع تعا تعا تعا. أنا مظلوم يا سيدي، مظلوم مظلوم كتير. مبين عليك مظلوم مظلوم، من قعدتك على السقيفة وطول الوقت نازل فصفت بزر. السامع زعبطة بالمطبخ. عم تفهم شي جملو؟ ماني عم بفهم شي. هلا بحكي لكم، هلا بحكي لكم. اخي فهمنا شو صار وشو عم بصير. يلا لا تخافوا، انا محامي ومعي مشروع. هذا هو؟ انا شنو اللي بيني وبينك يا رفوق؟ كسرت لي راسي وعم تقلي شنو بيني وبينك؟ انا ما دخلت تحت، هذولاك اثنين دقوكم. فشرت؟ اها. بنطلوني، اشلح لي بنطلوني. وسارق له بنطلونه وللرجال كمان ولا؟ يا سيدي شكل لي الدشداشة. ها؟ يعني إذا شق لك الدشداشة بتقوم بتدق ببنطلون تبعني؟ اشلح لي يا قوام، اشلح اشلح له، اشلح له خلصني. واني اطلع عريان؟ إيه ما أحسن ما تكون عريان، اشلح له. إيه لك لوين رايح؟ رايح اشلح. لك يخرب بيتك، ضربنا على نافوخنا وما استحيت، ولا خجلان تشلح قدامنا؟ اشلح له، اشلح وبوز دشداشتك، يلا. والله يا سيدي إذا شافوني لابس لفوق الركبة بالقرية انفضح. يا حرام شو حساس، لفوق الركبة بتنفضح، أما حرامي معلش ما؟ أنا أول مرة يا سيدي، السحلية والحرباية هم اللي جابوني. ومين هدول السحلية والحرباية؟ أنت سحلية؟ أنا ما دخلني. أنت الحرباية؟ أعوذ بالله. لا يا سيدي مو هدول. مين لك؟ ما اللي دقوهم، قالوا لي بتسرق مليون، قلت أنتم بتسرقوا؟ أنا آخذ، إيه أنا حالف يمين ما مدي إيدي على الحرام. اسمع سيدي الحلف يمين، طيب اذا انت مالك حرامي ليش اجيت معهم؟ اه وشلون شلحت بنطلونه؟ بيني وبينك بدي اتجوز. هلا ما يجوزوناش الا اذا شنت حرامي. طالبين 300,000 نقد. لا اذا هيك اتركه معه حق، لسه بصير حرامي. اسمع خلينا نتفهم، اعطيني بنطلوني وانا راح اتبرع لك بكلسون الصوف مع اني معي روماتيزم. طب مشطوط سيدي كم مشطوط؟ لك شو شايفنا جايين نلعب؟ سيدي انت تحطوني شاهد. ايه وانا اشهد على السحلية والحرباية. خلاص حساس. إيه؟ هاي البس بنطلونك، فيك تقلنا شو بدك، شو بدك منها؟ تفرجوا لي على الشقة. اخي افترض تفرجنا، افترض. تفرجوا لي وبعدين اعطوني رايكم. انا ماني رايي، ماني رايي ابنه، وبهيك امي معودتني. وانا لا بحل ولا بربط، ما احكي شو بدك وخلصنا. تزوجت منك ها؟ تزوجت منك، انا بس اتزوج من واحد ببحث بارضي سال جميل. ما بتعرفه بيأذيك هذا. ماشي الحال، ماشي الحال. شو ماشي الحال؟ الشقة عجبتكم؟ حلوة كثير ومشلبنة، مبروك يا اصحابها. انتوا اصحابها. شو الحكي اللي عم يحكي؟ شو نحن اصحابها؟ لوك جمهور عم يتمسخر علينا ها؟ شو الحكي؟ اذا بدكم اخي احكي وخلصنا، شو بدك منا لسه اخذنا وجايبنا افان؟ ايه ما بصير هيك. يا سيدي انا محامي شركة زفاكسي بيكتشرز الدولية للانتاج التلفزيوني والسينمائي. والشركة قدمت لكم هالشقة هذه.
شو هدية مهدية؟ عم يتمقلس. شو المناسبة؟ الشركة أنتجت فيلم، وعن طريق الصدفة، عن طريق الصدفة ها استخدمت فيه اسم السيدة الوالدة المحترمة المبجلة فردوس أبو كرعوبة. لك شو بدك من أمي؟ بعدين شو عرفك باسم أمي؟ بالصدفة بالصدفة انذكر اسم السيدة الوالدة. تفضل عود، تفضل تفضل. وهي الشقة تعويض. وأنا كنت رايد أقابل السيدة الوالدة المحترمة المبجلة، بس قالوا لي معها ارتجاج بدماغ. كسر كسر بالجمجمة. كسر بالجمجمة. ومشان هي ردت أحكي معكم. مو فراج، مو ناقصنا مين يتمقلس علينا، نحن بنتمقلس على العالم عمو. لك عود، ما عم بتمقلس عليكم عود. ما بصير الشغله فيها لعبه، كانه فيها انا. وهي وراء الشقه، مو ناقصه غير توقيعي. واقع. ما بقدر، ماني مخول بالتوقيع قبل ما توقعوا لي على التفويض باستخدام اسم السيده الوالده المحترمه المبجله بالفيلم. طيب بيمشي الحال انا وقع؟ معك وكالة؟ ايه معي وكالة. امي اول ما فاتت على المستشفى عملت لي وكالة، لانه بتعرف لا سمح الله يقعد يصير شيء كمان. طيب خذ وقع. وين؟ هون على الطرف الاول. بس هذا شو؟ فاضي، معناتها ما في حبر. هات لشوف. لا حبل ولا قوة الا بالله. على وش الحزينة سكرت المدينة. فريد شو عم تعمل هون؟ بدي احكي مع الضحية تبعك. انت مالك علاقة يا زميل. انا اللي لي علاقة يا زميل؟ لا تخلوا تحك عليكم بشقة ما بتسوى 10 ملايين. نحن قبلانين تحك علينا وبعشرة الاف كمان. لك شو بعشرة الاف؟ شو بعشرة الاف؟ انت شفت الفيلم؟ شفت الفيلم؟ صحيح شو الفيلم فراد؟ ليكون لك انت شو عملت يا زميل؟ لا 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 يا شباب لا. انت شو سويت؟ شو سويت؟ هذا فيلم رعب يا شباب. ايه رعب؟ بس بتقتل فيها 20 قتيل. عم يقول امي مجرمة فراج. امي مجرمة، اتركني فراج، اتركني. يا حبيبي يا حبيبي يا روح قلبي، انت هي مو مجرمة، بالعكس. بعدين هي ما بتقتلهم بايديها، هن بيهبوها بيطبصوا فيها، وهي ما بتعطيهم وش بيقوموا بيموتوا فقع طقيق. هي مرت عمي. شو اسمه الفيلم؟ شو اسمه؟ 20 روميو وجولييت واحدة، بس واحدة. الله لا يوفقك. فراج اسمع، لك انا شايف انه الموضوع فيه لغوصة وفيه هيك وهيك، ما شو رأيك نشاور امي؟ لك حماتك اذا بترفعوا دعوة ضد الشركة المنتجة بتكسبوا لكم $1,000,000. هلا وهي الشركة شغل فين؟ شغل هوليوود، من الشركات الضخمة الدولية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. أنا رايح على المستشفى أحكي مع الست فردوس ولا شو عم يصيرون؟ لا تنعم على قلة هالحياة يا زميل. قلنا لك المدام فاضية مع ارتجاج بالدماغ. كسر كسر بالجمجمة. كسر بالجمجمة. كسر فكش بدي أقابلها. يا شباب يا شباب، هذا محامي شركة نيو فيلم، وهدفه يخليكم ترفعوا دعوة، ومو فارقة معه أبداً إن ربحتوها ولا لا، المهم يشرشحوا اسم الشركة اللي بمثلها أنا بالصحافة. فراج أنا اقتنعت. وأنا اقتنعت، معناها امشوا نلحقوا على المستشفى قبل ما يلعب لها بعقلة لمرت عمي، حاكم هي معها ارتجاج بدماغ. كسر بالجمجمة. كسر بالجمجمة، كسر بالجمجمة، خلونا نلحقوا بسرعة. يلا يلا سير.
شي هاد يا ابوك يا الجخ لك حلو تكون راحت الشحاطه لا اسمح لنا شو هاد يا سلام شيتك وشيتك فرش الخلنج لازمك شي سهوة يا أبو كيروز تفضلوا طلعي طلعي يا تفضل طلعي طلعي شوفوا معنا البيت طير العالم شغلة حلوة كثير وليد مو بعلمي لا شقف قطر كل مرة بقول بدي أعلمه بيكون ركتر وبنسى يعني مناكير أحمر ودي ابني هاي بعد مشاعر هاي هي الشقة ها هوني وهدول ايه تلات غرف ومنافعهم ها وهون في عفش المكتب القديم كان في شركة هون وإذا ما عجبكن منغيره لا أمي ما منغيره لا منغيره عاد انت منغيره شوفي لي مرت عمي هالطاسات الإجاز ما أحلاها وإذا أنا وافقت إمتى منستلم يعني أنت موافقة على التفويض اتفضل يا مدام اتفضل سريح أهلا وسهلا اتفضل يعني فرضا أنا نعم إذا وافقت إمتى بستلم تفضلي يا مدام لا تواخذينا الله يخليك تفضلي تفضلي الشقة جاهزة والمليون دولار بس ما توقع المدام تستلموا الشك فرحانين مو عارفانين شو بده يصير اوعكم توافقوا اوعكم تخلي امكم توافق اوعك توافق يا مدام اوعك لك العمى بعيونك العمى دبيني لك حل عني يا اخي حل عني طولي بالك يا مدام في صار في بالمستشفى طولي بالك ما معه حق ابنه شو مليون دولار عم يقول لك اذا بترفعي دعوه ممكن تحصلي اكثر من هيك خلاص انت ما قلت لك مالي كلمه قدام امي محامي هيك خذ زميلك اقعدوا بالمكتب شوي لقداول انا واعضه اسرتي اذا بتريدوا طبعا شو رأيك يا زميل ندخل لجوا ونستنى لبين ما الأسرة الكريمة تناقش الموضوع فيما بيناتهم أنا ما عندي مانع تفضل تفضل أنت لا تفضل أنت الأحسن تدخل أنت لا الأحسن تدخل أنت أنتوا بتين ادخلوا لجوا بقى خلصونا يا روح حاضر يتباحث أنا وقال كرعوبة بدي ما يزل البيت بعدين بجوز ما وافق جميل ولا بس تكون امك عم تحكي بتسكت خرسي ولا خرسي تعال خرسي مالك ما فاهم شيء ايدك الله ما بسمح لك بنو بتتطاول على الجماعه حتى لو كنت ابن حماي فهمان خرسي ولا انت الثاني طويل التيني اصلا انا مالي عرفان شلون امي موافقه عليك وينك اذا صار ما صار انت اول واحد على المكسر ورح تاكل هوا تعال ابن حماي تعال لا تخاف تعال شلون يعني على المكسر وباكل هوا ما فهمت عليك شوف ظهري بالقبل امي كانت شايفتك مرندير ومو مصدقه بس هلا انا شايفك ما عدت من مستوانا سكت ولا سكت شو حكي الفاضي اصلا انا وفرج من حب بعض خرسي ولا شو شبول اصلا لولا بسطت البطيخه اللي بالزبلطاني ما بيحلم بحياته ان امي توافق عليها المبزير ليش دخلها بسطه البطيخ يلا مشان تضمن لك مستقبلك روق لا طوع علينا فرحتنا ما
Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ba-da-ba-da-ba-da-da-da.